الجولة الثالثة سعاد من الشعبي حورية من السندي. يد على الطاولة، يد خلف ظهرك، العلامة هنا بعلامتين، يعني اللي حياخذ حيبعد شوي عن المنافس. خلونا نشوف الجولة، علامات الجولة الثالثة. ست احتمالات، العلامة بعلامتين. سألنا 100 رجل وجاوبوا هالجواب اللي بتشوفونه الأجوبة. ما هو الشيء اللي لازم تستشير زوجتك قبل ما تشتريه؟ تستشير زوجتك في شراء المنزل في أعلى حرية. ممكن المزرعة، منتجع مزرعة يعني. منتجع شاليه. خلينا حنا حولنا، حنا ما حنا بحق منتجعات، حنا نبي نشتري شيء حنا وحريمنا كذا. سيارة. 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 خطأ، المنزل عندكم. شادية، سألنا 100 رجال، ما هو وش هو الشيء اللي بغيت تشتريه تشاور زوجتك؟ أثاث المنزل، أثاث البيت. أثاث. أثاث البيت. صح الأثاث. عبد الرحمن، أنت متزوج عبد الرحمن؟ إيه. متزوج أنت عبد الرحمن، وش تشاور زوجتك اللي بغيت تشتري؟ ممكن. قالوا الأثاث والمنزل. بعض الهدايا ممكن. ولا لا تعلمين انت اللي تقولين لو تتأمرين فيه بالبيت ان شاء الله مو عندي انا. هنا بيت صديق. بعض الهدايا ممكن. ما في شيء بعض، حدد لي شيء تستشير مع عيالك قبل ما تشتريه. ما في مشاورات ترى. الهدايا. وش هدايا التذكاريه؟ لازم هديه تحدد. هديه تذكاريه. هديه تذكاريه. هديه تذكاريه. هذا اول خطا. وش اللي يشاورك فيه هو؟ مقابل البيت، البقاله. ايوه السوبر ماركت. المقابل ما يروح للسوبر ماركت. السوبر ماركت البقاله. صح. انت سعاد مزوجه؟ لا. عشان كذا ممكن تغلطين. وش تبين اشاورك فيه انت؟ على ان شاء الله مستقبلا. مثلا مدارس الاولاد. مدارس الاولاد ممكن. المدارس، مدارس العيال. ايوه. او ممكن قولي لي وحده. شيء يشاور الزوج زوجته قبل ما يشتريه. لازم يقول له ايش رايك؟ الملابس، ملابس الأولاد. الملابس أو ألعاب الأطفال. الملابس. صح. شادية. مدارس، مدارس الأبناء لازم أشاور. مدارس الأولاد. أيوة. مدارس الأبناء. هذا الخطأ الثاني. عبد الرحمن، ما في مشاورات هنا، أنت والمدام في البيت تشاوروا براحتكم، عندي لا. وش الشيء اللي تستشير زوجتك قبل ما تشتريه؟ باقي لكم كم خطأ أنتم؟ واحد. خطأ واحد باقي لكم. سندي، تشاوروا في الجوابات.